الربع اليوم يتطارن في الزواج وفي موضوع الزواج. قال شخبوط انا اقول الزواج المفروض الواحد من بعد 26 27 يعني الى 30 يتزوج، صح؟ يعني لا تزوج بدري، الوضع الايام دي صعب والثقافات تغيرت والتفكير تغير لدرجة انك تروح حتى يمكن تخطب لك عند ناس يقولون لك لا والله البنت رافضة. ليه؟ تقول والله ما ابي اتزوج الحين، ابي اكون نفسي، ابي اخلص دراستي، ابي اتوظف، ابي. المهم دخل علينا ابو مستر قال ليه اتزوج وعمري 30؟ لا جاء عمري 50 لا ولدي تو عمره 20. قلت وش تفرق يعني 20 ولا 30 ولا وش تفرق؟ عادي اذا جاء عمرك 50 عمر ولدك 20 ما فيها شيء. قال لا كيف ينفعني؟ قلت ينفعك في ايش؟ قال ابي ينفعني عند الحلال، لمني شددت البل لا يروح معي شدد البل. اختلفت وياه في النقطه هذه. اقول له يا اخي انا ذا الحين بتزوج وبروح اجيب لي ولد عشان يشدد بلي؟ قال لي يا اخوي ابغاك تصقل الولد. قلت ما هي مشكله اصقله، لكن في غير البل، البل بيجيب لي عامل. وين راحت الدراسه والعلم؟ ايوه بجيب لي عامل ولا عامل يشدد البل. المهم اختلفنا على النقطه ذي. نايف على اني انا مشغول وبمشي. ها تدري وش المشكله؟ ها مشكلتنا؟ ايه من يوم جيت هنا سمعت انا كلمه ان وصلنا الى يا اخي تغيروا الناس يا اخي. ابي ذي اشيلها من مخي. لا هذا واقع ما تقدر تشيله. ليه نقول تغيروا الناس؟ هذه حقيقه ما تغيروا. اقول لك هذه حقيقه يا ابو. والله يا بتقولون 50% تغيروا 50% عادهم صاملين. طيب صاملين وانا من ضمن ال 50%. طيب قول لا اله الا الله. لا لا والله تغيروا العالم. قول لا اله الا الله. تطوروا يا اخي يا اخي خلينا نتطور. طيب يا اخي قول لا اله الا الله. قبل خمس سنين بتلبس الجينز اللي انت لبسته امس؟ وين؟ قبل خمس سنين بتلبسه؟ نعم بلبسه. والله ما تقدر. من ناحية البدلة والامور هذه انا ماني بضدها. انا في صفه وازين. بس انها ما اقدر اضبطها خانقتني. المهم لكن انا اقصد انت تقول انت اللي خلاني اتحاور معك قلت والله ماني مخليه يروح للبقالة، كل شيء اخليه يجي عنده. قلت لا بامر عليه وبصقله وباخذه معي. ومرن طيب بخليه يستانس ومرن ها لا جايب الحاجة. قلت له لا طيب كل شيء. طيب وانا وش قلت؟ وانا قنعتك صح؟ انا وش قلت؟ لا بداية نقاشك يا نايف ما كان كذا. طيب انا وضحت لك وش قلت؟ الحين شيبان اللي اعمارهم الحين 90 سنة 94 عاصروا الدنيا ولا ما عاصروها؟ سؤال واحد. اي عاصروها. ها انا لما تجي تاخذ منه كلمة ايش يقول لك؟ يقول لك الدنيا هي البشر اللي تغيرت. صح يقولون الدنيا ما تاخذ علوم العالم بالجوال. هذا طيب عصر الدنيا. طيب 40 الشيء الثاني وش عصر 90 سنه؟ انا اشوف انا اتفق جزئيا واختلف جزئيا. العالم تغيرت والفكر تغير. اول ما كان فيه اهتمام بالعلم والتعليم، انقطع الماء. اول كان اكبر هم الواحد انه يربي ولده على تربيه الحلال وعلى، وما في شك انها تربيه كويسه جدا. تسقل الولد وتخليه رجال. انا اضمن لك يمكن 70% اللي هم دحين ماسكين مناصب ودكاتره كثيرهم هالحلال. ما في شيء هذه ما فيها شك. ما في لكن الاهتمام. لكن الرجال درس وفي نفس الوقت الحين تدخل المستشفى يا اخي. اقرب مثال سعوديين كل المهندسين سعوديين. اقرب مثال يا طول العمر معكم احد العلماء اللي هو كفو. كفو. لكن انت تقول الحين اليوم الجيل يا ولد الجيل الجديد شوف وش هو. الجيل الجديد الحين تدخل المستشفيات تلقى 90% سعوديين. كلهم تدخل جيلنا. الشركات 90% سعوديين. هذا جيلنا. إيه ما في شك. شركات الطيران الحين خلاص قربت إن يكون 100% سعودي. جيلنا. لكن ولدك. جيلنا والجيل اللي بعدنا. خلاص طيب. أبو مسفر. ولدك ترى. أنا وش كنت أقول لهم؟ اليوم هم يقولون ولد الشارب للحية، ولد اللحية للشيبة، ولد الشيبة للخيبة. مو على كل حال. هذاك متى؟ أرحب. يوم كنت من أول تروح تدرس الكرنب عشان تعشي ولدك. صحيح. اليوم لا. تدخل على الابلكيشن تطلب زاد بيتك كله وانت جالس على مرتاح. هذا الكلام يقول لي الكلام. اليوم ليش ما توصي ولا مو بتقرا صار من اول دقيقه بس لا من اول. انا ضد شخبوط في الفكره دي. شخبوط يقول فكره الحلال. قلت الحلال ما حد ينكره. اللي عنده ذود يربي ولد على الحلال وعلى البل وعلى. لكن اللي ما عنده يعني انا وش كنت اقول لهم اليوم؟ اقول لك ما تقول لي لبل. انت يا نايف ما قنعتني. يعني ما بتسيك انت في البدايه او نقاشك اختلف الى انت اختلفت معي في موضوع الخبز. اختلف اقول ما يدي في الظهر ماني مصين ولدي يجيب خبز. اختلف يا طول عمر بنوعين. قال اي شيء يبيه تم ولا له الا لبيه ولا
هو كاد ان الولد غالي. لا انا ما قلت كذا يا شخبوط. ايه تقول حتى البقاله يا اخي ليه كل شيء عن طريق جوالي هانجر ستيشن والثاني ما ادري ايش اسمه. ايوه طيب اسماء اذا انه متوفر عندي ليش عندي ولدي ايش اسمه ما هي هانجر ستيشن غيروا الاسامي عشان يقولون انها اعلان تجاري. طيب شوف 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 يعني ما بتسيك ولا بتسيك. فاقول لك يومني اقول انا يا شخبوط يا ابو عمر ولدي اذا كان مثلي طيب مثل طبعي من يومني بزر ابي اروح معك للبرد امنعه. لا ما منعه بحث على الدراسه اكيد لكن يا طويل العمر ودينه معي علمك وصي اكيد هذا الكلام حتى انا بيها ودينه معي. طيب كلامكم كله ترى ما عليه خلاف هذا كلام شخبوط. لا نايف لا انا بعلمك بعلمك ايش قلت انا ابو مسفر. انا اجيب لي ولدا عشان اخليه يشددني. ايوه ابو مسفر اي والله جايبه عشان ينفعني. ابو مسفر اي والله جايبه عشان ينفعني. ابو مسفر ينفعني بس ما خليه يشدد. سؤال وجاوبني بصراحه. تبيت يا رد المايك الان الأهم عندك أن ولدك يصير عالم تربيه على العلم ولا إذا عندك ذود تخليه عند الحلال؟ أنا أشوف العلم. حتى العلماء كلها إذا قلت لهم اليوم خلني أصبر 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 خليه يجاوب أصبر أصبر. والله يا طويل العمر ودي أنها يتحمى المزايرات مع الرجال يجيب لي يظهر اسمه. وجهة نظر. خلني أعلمك كثير ذا التجار وفيها أسامي بعدها لكم تجار حياتهم كلها ما عرفت اساميهم. تاجر يملك شركات ما اعرف اسمه قال ويوم انا بياخذ المنقيه وياخذ المركز الاول قال انا والله ما عرفت لين دخلت ذا المجال. فالواحد لا بغى يعرف ويظهر اسمه واسم ربعه واسم اللي وراه يداحم اهل البل ويشد معهم وينزل معهم. ما انت يا شخبوط حصرتها انت حصرتها بشكل لا 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 وجهه نظر عرديني. لا لا وجهه دقيقه خليني اتكلم. ايه؟ ابل أباعر يا رجل لا لا خلوني أتكلم نبي المصطلح الصحيح للبل أباعر الصحيح يعني يطلع من وش اسمه وجهة نظره وجهة نظره ومقتنع فيها وأنا مقتنع بوجهة نظرك جدا. أيوة هو عنده بس كلامه ما يمنع أنه يعني يربي عياله على الشيء ذا. ما عنده يعني وجهة نظر أنه يكون ولدي تاجر عن طريق البل ويكون رجل أعمال يكون وجهة نظره ونحترمها. لكن أنا عندي توجه ثاني. أنا والله أقول لا يا أخي أنا ما أبي ولدي راعي بل وراعي مشقه وراعي راحه وجيه. انا وش كنت اقول لهم اليوم؟ اقول انا قالوا لي اشرح. قلت انا لو جاء عمري ثلاث سنوات لو جاء عمر ولدي ثلاث سنوات دخلت روضه. ثلاث سنوات ولدي يعرف اي دخلت روضه. لا انا بخليه يقول دو اسمع دخلت روضه يبا بيبي دو. لا انا ما بخليه يقول دو. دخلت روضه ودخل تعلم لغه انجليزيه ولغه عربيه. لا جاء عمره اول ابتدائي اللي عنده لغتين. لا جاء عمره خمس سنوات عمره سبع سنوات ثمان سنوات جيت مثلا قلت له والله الابلكيشن هذا يا ولدي ترى فيه لغه فرنسيه خلال 6 شهور اذا اتقنت اللغه الفرنسيه لك عندي الجائزه الفلانيه. الولد بيجي عمره 7 سنوات 8 سنوات وعنده ثلاث لغات. بعدها الكل طبعا ما هو بنا الحالي بعدها ببدا ربي على الصلاه وعلى الدين وعلى قبلها خلال المرحله ذي فيها اشياء انا بوجه فيها بوجهه وبراقبه يعني بيكون فيه توجيه وبعدها بيكون فيه مراقبه. بس ليه جيت خلني اعلمك ليه جيت ضدي يوم قلت بخليه ينفعني في الشديد. انا ماني مخلي انا جايب من ولدي عشان ينفعني. ايوه انا ماني مخلي عاملنا ليه. طيب وجهه نظرك انا لو عندي ولد ينفعني لو عندي ولد عندي حلال ما خليته القايله يشل الشبوك. ليه بس ليه ما خليه بس بجيب لي عامل يشلها يا اخوي. ليه عندي عامل انا عندي طيب عامل. طيب ليه ولدي يشل الشبوك ويحط لا جاء عمره 25 سنه اللي عنده زلاق غضروفي؟ ليه انا عني اذا عمري 26 والحمد لله ما عندي لا زلاق غضروفي ولا شيء لا انت وشل الشبوك القايله بس فيني ابهرن معاقل. اي بس ابو مسفره بسالك سؤال. طيب ذا اللي بسالك سؤال واحد بس سؤال اسلم شفت واقول لهم لا جاء عمره 14 سنه ولا عمره 15 سنه لا الولاد خلاص عنده توجه معين. اكثرهم يقول ليه ما توصي البقاله يجيب لي لين خبز؟ اقول انا ما عندي مشكله بوصي لكن انا ليه اوصيه وانا عندي ابلكيشن؟ انا اذا عندي ابلكيشن وطلبت من البقاله اول شيء منعت ولدي من طلعه الشارع، منعته من خطر حوادث مروريه، منعته من خطر الشمس. هذا ولدي قطعه من كلامك صحيح من لكن يا طويل العمر بعد كثر هذه الايام موت السكته. انت ذال عليه من ماني بذال انا حميته من خطر. قل لا اله الا الله. الخطر يا طويل العمر الخطر اعلمك وش الخطر. لا قلت ان تغيرنا ان شف عاصر التغير لكن خل عندك مبدا هو موجود عند الناس كلهم. لا شف يعني ما بتيك موجود عند الناس كلهم. احنا وصلنا الى مرحله خلنا نتغير
ليه؟ لا من اللي قال خلينا نتغير من هو؟ ليه نغير مسار؟ انا قلت خلينا نتغير ليه نغير مسار؟ يا شخبوط خلينا نبدوي ولا تبدوي ماني متغير. اتكلم اتكلم على موضوع العصر. ها موضوعك العصر قلت لنا وصلنا الى خلاص يا اخي تطور و كلنا نعيش عصر. لا لا اقول لا لا يا شخبوط ما قلت كذا ولا عادات ولا تقاليد. اصبروا يا الربع انا ذا الحين من تبوني اناقش راس الهرم انا لان هذا ضدي وهذا ضدي ما ضد. انا ماني ضدك لا بالراي فقط اختلاف اختلاف في الراي. انتم انتم رايكم انتم ما قلتوه الا انتم واثقين انه صحيح صح عادي. انا ليه اعتبر اني ضدك لناقشتك لا يا اخي اناقشك انا نقاش في الراي. انا كلامك معجبني ترى انا اقول لك كلامك معجبني وانا نفس الشيء وانا والله كلامك معجبني كلامك معجبني لكن انا ماني ماشي عليه معليش هذا هو مو صادق ان بقول اخر كلمه ولدك يهتم الحلال اللي عندك اي انت يا رجل يا رجل حطيته على هذا شيء من يوم يظهر وانا حاطه على عارف لا عارف افهموني يعني انا عارف ابو مسفر ايش يقصد. ابو مسفر يقصد طال عمرك انك تعلمه علوم المرجله إيه؟ وانك تخليه يصلف هذه ما فيها كلام هذه واحد ثري هذا المقصد اللي يقصد مو على اساس بدل يطول العمر بزرك ظهر اول ما يظهر البزر وش يتشبك فيه ذا الحين تشبك في الجوال. طيب قلت له امش قال لا ابي اقعد على الجوال. بتخليه على الجوال؟ لا ماني مخليه انا مخليه على الجوال بس ماني بضارب عند الجوال بقنعه وليه ما اضربه؟ بقنع بأي اسلوب؟ اخي وجه على الشيء الصح مو بحقوق انسان انت تضربه على شيء اول شيء الضرب عنف مهم 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 ثاني شيء الجوال يعمي عيونه ايه بقنع امنع منه الخطر انا بقنع هذا الجوال هو صغير فيه خطر تقدر تمنع بدون ضرب فيه خطر تقدر تمنع بدون ضرب ما نضرب ليه الا تقه معي بيبسي شوي بيهول انا اتفق معك جزئيا لان عمر بن الخطاب يقول لك شوشنوا فان النعم لا تدوم وانك تربي ولدك على الخشونه ما في اي نعم. شك انه مطلوب كلنا طيب كلنا كلنا دايم مسفر. دايم تراك تشوف رايك باللي يربي ولده بالضرب لا يا اخوي شف الواحد اللي يطول العمر يسوي الشيء وهو ذال بيوصل مرحله بيصير فيها ما عاد هو بذال يوصلها مثلا انت ذل من ذا الشخص الذل منه طاق من ذا الشيء طاق من ذا الشيء طاق بيجي يوم خلاص بتكسر ذا الذل لكن اذا يطول العمر جاك مبدا حلو امورك في مبدا واحترام مثلا انا الحين عبد المجيد اذل منه ونايف لا اطيعه بس عشان تقدير واحترام ومبدا بوصل مرحله اني خلاص ما عدني مهتم فيك يا عبد المجيد لكن الرجال ذا لا كلمته مسموعه لان تقدير الكلام. واحترام طيب ابو انا اقول لهم اليوم ابوي عمره 70 سنه الله يطول عمره اصر لان كل العائله يدرسون بكالوريوس لما تخرجت من الثانوي انقبلت في كليه الضباط قلت له بروح حاول يقنعني قلت لا بروح راح يصلي ورجع يوم رجع لي انا راكب السياره انا واخوي وجاء صفقني كف ما انساه عمري كله هذه سالفه الكف طويل. ها هذه سالفه الكف اللي يقولها سعود ايوه بعد الثانوي جلست يومين ادني تصفر ظهرنا قال تدخل بعد بشرط تدخل جامعه الملك سعود انجليزي ولغات ترجمه اذا تخرجت بكيفك طيب انا تروح بعد رابط ولا تروح انا بعد هذا عمره 70 سنه اقول لك هذا يعني وجهنا وهو بدوي ايوه بدوي هي بدوي فاقول لك التوجيه يعني انا اتوقع اني بخالف عن تربيه ابوي لا ولا انت بتخالف عن تربيه ابوك كلنا عيال قبائل وكلنا بدو وبأبدوية كلامك صحيح كلنا بنربي وبنوجه كلامك صحيح وبنراقب كلامك صحيح فيه لحظة بنقطة ما أنت مقتنع فيها غصب عنا بنواكب الزمن كلامك صحيح أبينا ولا شأنا بس يعني أنا بحاول لكن بالنسبة للعادات والتقاليد والمبدأ اعتقادات ما راح يعني أنا متأكد إن ما حد ينصر ما حد يقدر يغير والله شوف يطول الزمن ولا يكسر والله كلامك صحيح ولدي بس أثمر فيه إلين يتخرج من الجامعة خلني أعلمه كلامك صحيح يعني ما بتسي لكن إذا كان هنا عشان يطول العمر على طريقتك أنت من يوم نشأ وهو معك ومجالس رجاجيل والله العظيم يا اللي جالس الرجاجيل انه ان يفرق عن راعي الجوال من يومه بزر وهو معهم أكيد حتى في المواجر لا من دخل يطول العمر ذا اللي دائما مع ابوه ذا لا وجره الرجاجيل استانس وضحك وحتى لو يلك في الكلمه أكيد مره أكيد مرتين أكيد سلكت أكيد لكن ذا اللي دائما يطول العمر لا وجره الحمد لله ودنك ما عنده شخصيه اكيد ف طريقتي يوم اقول لك والله العظيم انها تبرز الواحد تبرزه تبي اخلص وجهات النظر بس لكن يوم اقول لك يا طول عمر يوم يقول ابوي انا ابوي يوم تخرجت انا قال بصرك بغيت الدراسه وبغيت اتوظف انت رجال وتعرف شفتي وجهات نظر خليني اقول لك درست
وقبلتني ثلاث وظائف، قبلتني ارامكو، وقبلتني الصداره، وقبلتني الكهرب. ارامكو ما جالي توفيق فيها، والكهرب والصداره كلها قبلتني نهائي، ورحت انا عادل اللي ربي كاتب لي رزق فيها. فبعد انت الحين تقول انك درست وكملت وامورك مشيت صح؟ كم عمرك الحين؟ عمري 31. 31 تزوجت؟ لا باقي. الله يوفقك ويكتب لك الخير. انا طيب، من يوم تخرجت من الثانوي توظفت، انا عندي هو له فكر وانا لي فكر، ما في. انا ذا الحين عمري 26 ومتزوج، يا الله لك الحمد، واموري تمام. وش فرق عني نايف؟ فرق عني بس انها اطيب مني في كل ما عليك زوج. والله اني اقول صادق، غيره وش هو دارس وانا ما كملت دراستي وامورنا ماشيه. فما تقولون ان اللي بيكمل دراسته هنا فايت ان ذاك اللي ما كمل دراسته. لا لا لا، خلا من واحد، ما من واحد ما درس ولا كمل دراسته والله انها طيب منه دين، طيب منه علم، طيب منه، ما في شك. بقول انا كلمتي الحين، في علوم تعلمها بالمجالس ومجالس الرجال هذه، والله لو تروح لاقصى جامعه بالدنيا واكبرها ما تتعلمها، علوم المرجله وعلوم مجالس الرجال. هذا شيء. الشيء الثاني، في علوم الحياه تطلبها عشان انت مستقبلا يكون لك اسم، البيئه تعلم في وظيفة، في وظيفه. وهرجك على متمه، اخوي داون، متلازمه داون، عمره 11 سنه، اذا جاء يوم فيه زواج من قبل نقول له، ولا عيد، ولا لقيته صاحي من الصباح مجهز ثوابه، وين ثوابي وين ثوابي، لين يلبس ثوبه، اذا لبس ثوبه خلاص راح دخل الغرفه لبس جنبيته، ويروح لين ياخذ غترته يعطي، يروح لواحد من اخواني يقول اعصب راسي. هي البيئه اللي تربي، ما في شك. احنا علمناه على الشيء ذا، ما علمناه، هو تعلم من البيئه اللي حوله، ما في شك. البيئه بتربي، لكن اذا ما كنت ببيئتك انت الاصليه بتربى زي انا مثلا، انا ساكن بالرياض مثلا، بتربى من الرياض. الرياض فيها اكثر من خليط من العادات والتقاليد. احنا الرياض ترى، احنا حياتنا في الرياض. انا ادري، انا اقول الرياض فيها خليط من العادات والتقاليد، كل قبيله لها عاده وتقاليد معينه. ايش عندك؟ فانا اقول لك انه مجالس الرجال لا شك انه فيه تعليم للطفل. مجالس الرجال فيه تعليم للطفل، يتعلم شيء ما يتعلمه بالمدارس. لكن انا ما عندي شك، اهم شيء بعد ما اربيه على الدين تعليم، اربيه على التعليم، هذا هو، واخليه يطلع نفسه، عشان اذا كبر وقصه ظهره التفت عليه قال الله يجزاك الجنه. هذا والله.